أشكرك المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، وعايز أتكلم موضوع مثار على مواقع التواصل الاجتماعي، يتكلم على إخواننا السوريين اللي موجودين في بلدهم التاني مصر. مصر هي أم الدنيا. حملة شعواء بدأها القيادي الجهادي السابق نبيل نعيم لما بيقول لا عايزين نحقق في أموال السوريين في مصر، ودي أموال إخوانية كده. يعني أي حد يقول كلام مرسل، هل أنت مثلا بتعمل في البنك المركزي؟ هل عندك معلومات موثقة؟ ما تطلع بيها للنائب العام. وهل يمكن أن يعني نوصم كل السوريين العاملين في مصر بأنهم إخوان تهم على المشاع وأنهم بيتاجروا بأموال إخوان؟ ولا هي الغيرة لأن المواطن السوري لما جه مصر أثبت فشل ذريع لعدد كبير جدا من ولاد البلد المصريين. شبابنا اللي كان قاعد بيتسكى على القهاوي، جه الشاب السوري هنا قدر يشتغل ويكسب ويأجر المحل وبعد كده يتملكه. طب ايه المشكلة؟ ما مصر طول عمرها عبر آلاف السنين، انتوا لو تقروا تاريخ الحج المصري، الحج وكيف كانت تأتي القوافل من الدول العربية والأفريقية وتقيم في مصر وما ترجعش بلادها تاني، حركات التجارة، الشوام. لا، السوري معروف عندنا النهاردة بأنه كفء، أمين، نظيف، مهذب. يا أخي ده أنت بتقبل على أكله بمنتهى الشهية والروح، بتلاقي فيه قذارة في بعض المطاعم المصرية، مش عايز أقول أغلبها يا أخي، يعني حاجة بجد. وأداء إيه؟ مفيش مواطن مصري صديق وتعامل مع مواطن سوري الا لما جه كان بيمدحه ان هو حتى ما بياخدش بقشيش. ليه يا صديق جه صلح التكييف، الراجل صلحوله سوري بتكلفه اقل من الصنايع المصري، ولا عايز لا اكراميه ولا حاجه، واداله فاتوره بده. فالسوريين الحمد لله بينا عايشين في خير وامان. ايه سبب الحمله دي؟ يعني ايه ليه؟ عشان تجار شاطرين؟ عشان في تجار فشلة في مصر؟ عشان في جشعين في مصر مثلا؟ يعني عايزين تضربوا هؤلاء المواطنين الاشقاء اللي جايين في بلدهم التانية مصر؟ يعني مصر طول عمرها فاتحة ابوابها. وبعدين كفاية يا اخي الهم والغم اللي بيعانيه المواطن السوري. يعني يكفي ان هو سايب بلده واهله وناسه. والغريب يا اخي في غير بلده ما بيبقى ماشي جنب الحيطه. معقوله في واحد ساذج ايا كانت جنسيته، مش شرط يبقى سوري، يتاجر النهارده باموال اخوانيه؟ يعني طب على الاقل لما تطلعوا كذبه طلعوها متسويه شويه. النهارده في هاشتاج مغرق السوشيال ميديا كله بيتكلم على السوريين، السوريين منورين مصر. وفعلا السوريين منورين مصر، والمصري افندي بيرحب بكل مواطن سوري قاعد على ارض مصر اشتغل واجتهد واكسب وادفع التزامات الدولة المصرية وبالتوفيق، لكن لا للحملة المسعورة ضد كل المواطنين السوريين في مصر. اللي عنده او غير سوري، واللي عنده دليل يطلع بيه للنائب العام، لكن لا يمكن ان نطلق الاتهامات جزافة كده. يا اخي يا اخي حط نفسك مكانهم، لو انت في بلد تاني وشغال في امان الله وملتزم بالقانون واهل البلد راحوا طعنينك هذه الطعنه، ايه ده؟ يعني الحمد لله ان مفيش في الدوله مسؤولين، مسؤول ارعن يمشي مع الموجه ويروح ممشي السوريين، لا. فالمصريين النهارده اطلقوا هاشتاج السوريين منورين مصر، وفعلا هم منورين مصر وسعداء بوجودهم على ارض مصر. مرحبا بشقيقي وأخي السوري على أرض مصر. النهاردة كان أحد أيام بقى الامتحانات، اليوم الثاني في الثانوية العامة، اقتصاد وإحصاء. النتيجة عاملة إيه؟ الشباب فرحان ومزقطط، خارج بيقولك ده إيه الامتحانات السهلة دي؟ طب دي هتستمر سهلة كده ولا إيه؟ هل إحنا رايحين لمجاميع تتجاوز 100%؟ معايا على التليفون الكاتب الصحفي مدير تحرير اخبار اليوم الاستاذ رفعت فياض، واخد منه تعليق على اليوم الثاني للثانويه العامه النهارده. اتفضل يا استاذ رفعت.
اهلا بيك يا استاذ محمد، وكل سنه وانت طيب. واحييك الاول على التعليقات اللي انت قلتها بالنسبه للاخوه السوريين. نعم. انما بقول بس الحمله اللي معموله دي معموله من ناس فشله، مصريين تجار وعاملين فشلوا ان يقدموا الخدمه الجيده اللي بتقدم من الاخوه السوريين وباسعار اقل في المنتج زي الاخوه السوريين، وعشان كده الحرب ده سر الحرب عليهم. لكن للاسف لا قيمه لها، لان المواطن المصري مقدر تماما المواطن السوري، واهلا به في بلده مصر، واهلا به بصناعته الجيده وخدمته الجيده اللي بيقدمها للمواطن المصري. نعم. اما بالنسبه للثانويه العامه فالنهارده زي ما حضرتك اشرت هي ماده اقتصاد واحصاء، بس للتوضيح دول لا يضافوا الى مجموع الثانويه العامه، لكنها مواد انشطه يعني مستلزمات ضروريه للنجاح، زي ماده التربيه الدينيه على سبيل المثال. لكن لابد ان يجتاز الطالب بنجاح. الاحصاء استاذ رفعت بقت ماده مكمله وليست ماده رسوم؟ لا، ماده انشطه. انشطه الاحصاء يعني الاحصاء مع الاقتصاد، عشان بكده ما تضافش للمجموع، انما لابد من اجتياز امتحان الماده النجاح فيها يعني. ومن هنا الماده المادتين سهلتين تماما، وطلبه مبسوطين لان جت بعد امتحان لغه عربيه ودين في اليوم الاول اللي هو يوم السبت. وهنا بس انا بتفق يعني، وارجو تتفق معي، ان احنا مش القضيه عندنا ان يكون امتحان سهل او صعب، او ان الامتحان فيه جه سؤال او سؤالين صعبين او ان جه سهل خالص. لو كل الاسئله هتيجي سهله استاذ محمد والكل هيجاوب عليها، انا بقول دايما تبقى كارثه، لان هنا مش هقدر افرق ما بين الطالب المتميز والمجتهد وبين الطالب المتوسط او فوق المتوسط او الضعيف، لان مواصفات الورقه الامتحانيه عالميا من الناحيه العلميه لابد ان تتضمن ما بين 10 الى 15% من الاسئله. انا بتكلم كده للايام اللي جايه، مش الايام اللي فاتت يعني. ما بين 10 الى 15% من الاسئله بتقيس قدره الطالب المتميز، او تبقى يعني اقدر اقول ان الطالب المتميز هو بس اللي هيجاوب عليها، عشان اعرف المتميز من غير المتميز. ومن هنا تقدر في نوع من التفاوت في المجموع، يبقى الطلبه المتميزين جميع مجموعه عاليه، والطلبه الاقل تميزا اقل في المجموع، وهكذا، ويبان قدرات الطالب اللي ذاكر واللي ما ذاكرش، اللي اجتهد واللي ما اجتهدش، اللي مستوعب المنهج كويس جدا او ما استوعبوش بشكل جيد. شايف الامتحانات الجايه ازاي يا استاذ رفعت؟ وعشان كده ارجو بالنسبه للامتحانات الجايه، بالنسبه وانا مقدر ذلك، وان اولياء الامور يتمنوا كل ابنائهم يجيبوا 100%، انما ليس هذا هو التعليم الجيد. اتمنى ان احنا ننظر للموضوع الثانويه العامه سواء بنظامها الحالي او النظام المستقبلي اللي بدا مع السنه الاولى السنه دي، بالنسبه من ناحيه التجريب، ان احنا ندور على مدى استيعاب الطالب للمعلومه للثقافه للتعليم. ما يبقاش همنا هل الامتحان جه سهل ولا الامتحان صعب، الطالب يجتهد ويذاكر كويس جدا ويجاوب على الاسئله بالقدر الذي استوعب به المنهج بشكل ده. اشكرك استاذ رفعت فياض، الكاتب الصحفي، مدير تحرير اخبار اليوم.